لكن بدأت الشمس تغيب 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 ما عاد بقى إلا شوي، فخشي أن تغيب الشمس ثم يقومون يقاتلونهم. فقال للشمس: يا شمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها فلا تغيب حتى أنتصر عليهم. فوقفت الشمس. يا جماعة اليقين، أنا جالس اليوم وأنا أكتب أقول أي يقين كان عند يوشع بن نون؟ وش مشكلتك اللي انت الآن تشاهدني؟ عندك دين؟ والله مشكلتك مهم مثل هالشمس. تغيرت نواميس الكون وتوقفت الشمس. ممكن ذيك اللحظة يوشع بن نون يقول يا رب انصرنا، يا رب اهزمهم، هذا وارد. لكن يطالع الشمس وهو يشوف يعرف ان الآن لو غابت الشمس، يا أيتها الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها حتى ننتصر عليهم أو نفتح بيت المقدس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبست الشمس لبشر أبدا إلا ليوشع بن نون أيام أو ليالي دخوله بيت المقدس. وقف الله الشمس. يا جماعة ثقوا بالله، ثقوا بالله العظيم، الله قادر. يقول أحد السلف: من شدة يقينه بالله والله لو أقسمت على الله أن يحرك هذا الجبل لتحرك. من يقينك بالله اللي ما جاها عيال عقيم، اللي تأخر عليها الزواج وتظن مصيبتها أكبر مصيبة، الإنسان المسجون المريض، يا أخي ادعو الله وأنت صادق موقن بالإجابة. أقولكم شيء، يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة، إذا وافقها العبد المسلم ودعا الله أعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف: والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا أخي اجلس في مصلاك في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان ساعة الجمعة، دع الله بأي مكان فيها، استغل هذه الساعة وألح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن إجابة، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، آخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير، إذا كنت صايم بين الأذان والإقامة في حال الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فحبست الشمس. يا جماعة 40 سنة ضايعين، طيب ليش الله سبحانه وتعالى قبل 40 سنة كان دخلهم؟ طيب ليش من 6 شهور هو جالس يحاصرها؟ لا، لأن صار الجيل جيل مؤمن، وصار اليقين مليان، القلب مليء. إذ تستغيثون ربكم، الله يقول للصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ليلتها جالس يدعو، العدد 314 والمشركين 1000، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن العدد ما يتكافأ في الحسبة البشرية، وجالس يدعو: يا رب ان تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا، يا رب. حتى طاح رداءه. يقول ابو بكر ضرب على كتف النبي قال: هون عليك يا رسول الله، والله ان الله منجز ما وعدك، الله منجز ما وعدك. الله يقول عن هذا المشهد: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ايش ممدكم. جت ملائكة تحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم: ممدكم بألف من الملائكة منزلين. الملائكة نزلت حتى الله قادر، الله قادر يسخر معك ملائكة، وقادر يسخر لك خلقه، وقادر يفتح لك الأبواب المغلقة. فيه دعاء تدعو وحدة من العجز دائم تقوله: اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر. فأقول هذا الدعاء رغم أنه يقال بالعامية لكنه دعاء جميل. إذا أنت دعوت الله وأنت موقن، يسر الله لك كل ما تعسر، وفتح الله لك كل ما تسكر، قرب الله لك البعيد، وبارك لك فيما في أيديك وأعطاك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فعجله، وإن عجلته فبارك فيه وأدمه يا رب العالمين. إذا أجاب الله دعواتك فتحت لك أبواب الخير كلها. توقفت الشمس، ويوم توقفت الشمس بدأ يتقدم، فانتصر ودخل. قبل يدخلون بيت المقدس: لا تدخلون إلا وأنتم ركع. الركوع والسجود في اللغة سواء، إما راكعين أو يعني تركعون وتدخلون. وقولوا: يا رب اللهم أحط أطح عنا خطايانا، ذنوبنا كلها تطيح عنا يا رب العالمين. ادخلوا القرية فكلوا حيث شئتم رغدا وقولوا حطة، حطة يعني طيح عنا كل ذنوبنا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.